50% من الكتب المباعة في تركيا هي الكتب المترجمة من اللغات الأخرى، وهذا يعني أن القراء الأتراك يتابعون الأدب العالمي عن قرب. ولكن ما مدى شهرة الكتاب الأتراك في العالم؟ هل هناك كاتب تركي حصل على دخل من القراء الأجانب غير أورهان باموك صاحب جائزة نوبل؟ في السنوات الأخيرة عدد الكتاب الأتراك الذين ترجمت كتبهم إلى اللغات الأجنبية في ازدياد متسارع، ولا سيما بعد تطبيق التشجيع الجديد من وزارة الثقافة والسياحة، فقد كان له آثار كبير في هذا. بفضل مشروع انفتاح الأدب التركي على الخارج الذي اعتمدته وزارة الثقافة والسياحة، تضاعف عدد الأتراك المترجمة كتبهم إلى اللغات الأخرى في السنوات الخمس الأخيرة أضعافا كثيرة مقارنة بطول تاريخ الجمهورية التركية. من قبل كانت هناك وكالات تحضر الكتاب الأجانب إلى تركيا، ولكن لم يكن هناك أي قوة للكتاب الأتراك في الخارج. بدأت تتغير هذه الحالة في السنوات الأخيرة، أخذ الكتاب في تركيا يبيعون حقوق التأليف للخارج أيضا. كان احتمال بيع مؤلفات الكتاب الأتراك في خارج تركيا لا يخطر على البال أبدا. تم نشر مؤلفات أحمد حمدي طانابينار ب34 لغة، واليابانية من أحدى هذه اللغات. تم طبع كتاب طانبينار من قبل أحسن دار نشر في ألمانيا، وتم بيع 4000 نسخة منه. في الإطار ذاته، فقد تم ترجمة مؤلفات الكتاب الأتراك إلى لغة التاميل التي يستخدمها 15 مليون شخص فقط في الهند.